السيدة رئيسة المسحة. في إطار الأيام التواصلية للتعريف بالتربية الدامجة على صعيد الجهة، تقدمت المصلحة في تحت إشراف السيدة المديرة الأكاديمية بأيام تواصلية. خلال هذه 3 أيام استضفنا جميع الفعاليات التربوية داخل الإطار التعليمي بداخل الجهة، بما فيهم المديرين والمفتشين والمستشارين في التوجيه والفيدراليات الآباء وغيرهم من الأطر التي تعمل داخل الأكاديمية والمديرية في هذا الإطار للتعريف بالتربية الدامجة والأسس والمرتكزات، كذلك لوضع مخطط لمدة 3 سنوات المقبلة، ولوضع جميع المدارس رهن إشارة الآباء لتسجيل أبنائهم في وضعية إعاقة، كذلك للتعريف بالامتحانات وتكييفها والمراقبة المستمرة، التسجيل وطريقة التسجيل حسب القرار الوزاري 047/19، بالإضافة إلى كذلك الإطار المرجعي الذي يضع الأسس والتوجه الوزارة لهذه التعريف بالتربية الدامجة وبالأطفال في وضعية إعاقة، كذلك الأطفال الذين سيتمكنون من التسجيل في المؤسسات التعليمية، بالإضافة كذلك للمؤسسات التي ستتحول إلى مؤسسات دامجة خلال هذه السنة، كذلك سوف نعمل على تحويل قاعات الإدماج المدرسي سابقا إلى قاعات الموارد التأهيل والدعم، وإنشاء وإحداث 4 قاعات الموارد للتأهيل والدعم بمؤسسات أخرى، وهذا كله في إطار المشروع الوزاري الذي تعمل عليه الوزارة في إطار التربية الدامجة. سيتم إحداث لجنة على صعيد الأكاديمية تحت إشراف السيدة المديرة ورؤساء الأقسام ورئيس مصلحة التربية الدامجة، بالإضافة إلى طبيب الأكاديمية، كذلك ممثل عن كل مفتش عن كل سلك تعليمي، مستشار في التوجيه التربوي، وكذلك ممثل عن التكوين المهني. كما سيتم كذلك إحداث لجنة إقليمية تحت إشراف السيد المدير الإقليمي بها رؤساء المصالح ورئيس مكتب عن التربية الدامجة، كذلك طبيب الأكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء آخرين. كما سيتم إحداث لجنة على صعيد كل مؤسسة تعليمية تحت إشراف السيد مدير المؤسسة والمفتش التربوي، متخصصون في المجال الطبي والتربوي وممثل عن جمعية الآباء بالمؤسسة، وهذه كلها أمور سيتم إرساؤها في هذه السنوات المقبلة بإذن الله.